زكاة الفطر على من تجب سيد؟ تجب زكاة الفطر على الغني اللي عنده. يعني من هو الغني؟ الغني اللي عنده مؤونة سنته، يعني اللي عنده ميزانية سنة كاملة. تقول سيدة من عنده ميزانية سنة كاملة؟ أقول ميزانية سنة كاملة بالقوة مو بالفعل، يعني أنا كموظف كل شهر راح تجيني رواتبي، ورواتبي هاي أقدر أمشي بيها، يعني فأنا عندي ميزانية سنتي. فمن كانت عنده مصروفات سنته الكاملة ولو بالتدريج فهذا غني. حتى الكاسب سيدة، مو بس بل الموظف. الكاسب، الموظف، المعلم، العطار، الكذا، كلهم. فيجب عليهم زكاة الفطرة، وإن يكونوا مسلمين بلا أشكال وعقلاء وبالغين، هذه شروط عامة. أما الفقير اللي ما عنده لا قوت سنته عنده، يعني ما عنده ميزانية سنته ولو بالتدريج، وأنا سيدنا عايش على الصدقات، عايش، هذا ما عليه زكاة الفطر، وإنما يستقبل زكاة الفطر.